وأد الديمقراطية في الكويت من أدوات الفساد ومن وراهم، وهذا شيء حقيقة قاعد نشوفه. لكن بإذن الله إحنا يعني من أول أولوياتنا حقيقة، وهذا تقريبا محل اتفاق بين الأعضاء، أن يرد الحق الأصيل اللي عند المحكمة الدستورية لمجلس الأمة في هذا الشأن. فبإذن الله إن شاء الله يعني القادم الأيام راح يكون شيء إيجابي. وكذلك أنا يعني من خلال الميكروفونات هذه حقيقة أقول حق الحكومة القادمة، ترى الكرة بملعبكم، ترى الجهة التنفيذية هي عندها حقيقة 80 أو 90% من التطبيق. احنا ترى كجهة تشريعية رقابية، فعملية التطبيق ترى ما هي بيدنا، احنا ما عندنا قرار تنفيذي واحد، لكن هذا بيد منه؟ بيد الحكومة. علشان كذي لو تروحون حق برلمانات العالم كلها، الحزب المسيطر شو يسمونه؟ الحزب الحاكم، يعطون الجهة التنفيذية لأن يدون هناك شغل أساسي. فإحنا نتمنى من رئيس الحكومة القادمة وأعضاء الحكومة أن يكونون على مستوى الحدث وعلى مستوى طموح الشعب الكويتي، وإحنا نبي حقيقة الكويت نشوفها بمصاف الدول المتقدمة. الكويت ما ينقصها شيء. خلنا أقول لكم معلومة تتفائلون فيها، أصعب شيء في أي دولة في العالم، أصعب شيء في أي دولة في العالم إنها على قولتهم تسوي تغيير 180 درجة، شنو؟ وجود المادة. حنا والله الحمد والمنة أسهل شيء بالكويت وجود المادة، شوف هذه نعمة الحمد لله. الأمر الثاني شنو عشان خليكم تتفائلون؟ وجود شعب متعلم، وإحنا والله الحمد كنسبة وتناسب بين الدول الإقليمية حنا من الأعلى حقيقة الشعوب المتعلمة. فهذه كلها أمور حقيقة يعني تعطيك يعني على قولتهم أسس قوية للانطلاق لقدام. فتفائلوا إن شاء الله.